أخيرا إلى الحالة الجوية، وخصوصا بأنه الآن يشعر الجميع فعلا بهذا البرد القارس، وكيف تبدو الأمور خلال الساعات المقبلة، وكيف يمكن أن تكون حالة الطقس خلال الأيام القادمة. ينضم لنا الأستاذ جمال الموسى، المستشار في موقع طقس العرب. أستاذ جمال، مساء الخير. مساء الخير يا هلا، كيف هي الحالة الجوية؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. الحالة الجوية تبقى المملكة اليوم الصبح تأثرت بمنخفض جوي كان يتمركز حول جزيرة قبرص، تحرك الآن يتمركز فوق سوريا ويتحرك إلى الشمال الشرقي باتجاه العراق، لكن تبقى الكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي المصاحبة له تؤثر على المملكة هذه الليلة وغدا، لكن الليلة تبقى الأجواء باردة دائمة ماطرة مع تساقط ثلوج بشكل متقطع على المرتفعات الجبلية، وخاصة المرتفعات الجبلية العالية مثل مرتفعات عجلون والشراح وأيضا مرتفعات العاصمة عمان، ودرجات الحرارة متدنية. بعد الساعة 3 بعد منتصف الليل تتناقص كميات الغيوم، تتناقص الهطولات أيضا، وبالتالي تكون الأجواء باردة، درجات الحرارة متدنية قريبة من الصفر المئوي، يحدث الانجماد والصقيع في كثير من الأماكن باستثناء العقبي والأغوار الجنوبية. غدا الخميس وبعد الساعة 19 ترتفع درجة الحرارة قليلا، لكن تبقى الأجواء باردة، يتوقف الهطول كليا يوم الخميس، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئية، درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح، نتوقع العظمى غدا بحدود 5 درجات في عمان والصغرى 2 تحت الصفر، هذه الليلة بنتوقع الصغرى في عمان أيضا 2 تحت الصفر اللي هي بتكون بحدود ما بين الساعة 6 و7 صباحا، وبالتالي يوم الخميس أجواء بالنهار ما بين مشمسة وغائمة جزئيا وباردة، لكنها باردة جدا ليلة الخميس على الجمعة، ويتشكل الصقيع والانجماد أيضا مرة أخرى ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة، وأيضا الجمعة بترتفع درجات الحرارة أكثر، وبالتالي بتكون بحدود 8 درجات 9 درجات العظمى، والصغرى بحدود 1 درجة تحت الصفر، إذا بتكون هي باردة بالنهار وباردة جدا بالليل، ويحدث الانجماد مرة أخرى والصقيع ليلة الجمعة على السبت، والسبت أيضا بتكون الحرارات العظمى بحدود 8 إلى 9 درجات يوم السبت، والأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا ولكنها باردة جدا ليلا. الأحد نفس العملية، لكن الأحد ليلا إن شاء الله وليلة الأحد على الاثنين تتأثر المملكة بحالة جوية ماطرة مرة أخرى. هذه قصتنا قصة معناته مع البرد من هون ليوم الاثنين. نعم في إشي. نعم طيب، متى يعني ممكن يكون فيه هيك شوية دفى؟ والله في المدى الأفقي المنظور ما فيه، يعني هي موجي ورا موجي، الكتلة الهوائية الباردة مسيطرة على مساحة واسعة، وكون يوجد مرتفع جوي في شمال غرب أوروبا هذا يؤدي إلى تدفق هواء بارد إلى شرق البحر المتوسط، وبالتالي إلى توالي المنخفضات الجوية اللي بتأثر على المنطقة. المهم أن تكون منخفضات جوية يعني مصحوبة بأمطار إن شاء الله بإذن الله. نعم، الأستاذ جمال الموسى المستشار في موقع طقس العرب، شكرا جزيلا لك.